عايشين مش خايفين رغم الأخطار اللي شافوه بشجاعة دول أخذوا قرار دايما دول مش المشوار في السكة حفر أو أحجار قابلتهم لكن هزموها صدق إن الراعي لخرف في حظاير تانية كتير صدق صدق حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين واختبار جديد وقصة جديدة بتحكي عن عمل الرب العظيم في حياة أختنا حياة. فمع حضراتكم بنرحب بيها. أهلا بيكي يا أخت حياة. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيكي في برنامج صوت العابرين، منورانا. أنت منورينا. ربنا يبارك. ممكن في البداية تصلي من أجل وقت الحلقة، من أجل المشاهدين، من أجل أن الرب يستخدم الحلقة المجد اسمه، في اسم يسوع. تفضل. آمين. نشكرك يا رب، نطلب حضورك يا رب، نطلب حضورك يا رب الآن يا رب على هذا البرنامج يا رب. يا رب تفتح عقول وذهون يا رب، النفوس لمجد اسمك يا رب، للخلاص النفوس يا رب باسمك القدوس يا رب. آمين 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 أخت حياة. طيب عايزين بقى كده من أول الحلقة نتعرف على الأخت حياة، على خلفيتك الإسلامية. طبعاً أخت حياة من العراق، فبنرحب بيها وبكل أهل العراق، وبنصلي من أجل شعب العراق كله، الشعب الطيب الأصيل، أن الرب يفتقده بنعمته وبمحبته. وزي ما في كتير جداً من إخواتنا العابرين من العراق، الرب يكمل عمله ويكون الكل في الإيمان، الكل للمسيح في اسم يسوع. فعرفينا عن نفسك وعن خلفيتك لما كنت قبل الإيمان، خلفيتك الإسلامية. تفضلي أخت حياة. تفضل. آمين حبيبتي. أنا حياة من العراق، من عائلة سنية متشددة طبعا، كلش ملتزمين يعني بالصوم وبالصلاة وبالالتزامات يعني الإسلامية بكل تفاصيلها. بس مشكلة إنه الإسلام المرأة هواي مضطهدة، يعني كثير اضطهاد على المرأة عندنا من كل النواحي. بالشهادة بالمحكمة لازم امرأتين مكان رجل، بالإرث إذا يجوا إرث للرجل ياخذ حق يعني المرأة اثنين. كثير أمور يعني المرأة كلش مضطهدة بيها، ما لها أي حقوق. إذا عندنا نظام العشائر، إذا الشيخ العشيرة أو العم الكبير أو الجد إذا عطى كلمة حتى بالزواج، أبو البنت ما إلى أي دور، يعني لازم لا لازم يعني خلاص، يعني الجد أو شيخ العشيرة نطى كلمة خلاص، يعني إنه يعني ما إلها أي حقوق ولا إلها أي احترام لحقوقها كمرأة. يعني مع الأسف كثير نعاني وسط نظام التشدد الإسلامي ووسط نظام العشائر، يعني مع الأسف يعني حتى كحقوق مرأة كحديث للبخاري عن النبي محمد النامصات والمتنمصات. يعني أنا كشغلي إنه كنت كوافيرة، يعني الله يلعننا زين. طيب ليش يلعنني؟ يعني ما بدي افهم. وهم يقولون انه الله جميل ويحب الجمال، طيب وين شيء ما يشبه شيء، يعني شيء متناقض مع شيء. مع الاسف يعني كثير كثير امور المراه، تعدد الزوجات ثلاث ورباع. يعني انت يعني من خلفيه مسلمه سنيه، ولان حضرتك يعني مع عشيره او في المكان يعني او المدينه بتاعتك، انت يعني هم اكثر تشددا،
لان نظام عشائري يعني، فهم اكتر تشددا في الاسلام. وانت كوافيره وكان محكوم يعني يحكم عليكي من الاسلام ان بحسب الحديث لعن الله المتنمصه والمتنمص لها، فانت بمهنتك ملعونه يعني. ف ملعونه انا واللي اشتغلها كمان يعني اعمل لها حاجبها او اي شغله. طب انت عملتي ايه في امر زي كده؟ طب ده اذا كان ده مجال عملك يعني اتصرفتي فيه ازاي يعني؟ يعني بصراحة وقتها ما كنت إنه ببالي لأن كل شيء إجبار. وقت ما تزوجت زوجي معايا ففتحت محل فواكه. إجوا عمامي أخوات أبي بالسلاح على 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 أبي يعني إنه على زوجي إنه ليش تسمح لزوجتك إنه تفتح يعني فواكه يعني لهالدرجة. يعني يقولكم بالسلاح عشان يهددوكم. اي يعني انه سمعات يعني سمعتهم وشيء اهانه للعشيره وللعائله. انه كيف وحده من البنات تفتح وسط المحل المنطقه انه كوافير يعني. لكن انت نفسك بقى ده الاسلام او العشيره او التطبيق للدين انت كنت فيه، لا انت نفسك بقى كنت بتمارسي الدين ازاي يعني؟ كنت بتصلي بتصومي؟ عندك غيره على الاسلام؟ هل في مثلا حواليكم مسيحيين؟ كنت بتتصرفي معهم ازاي؟ انت نفسك كنت ازاي في الاسلام يعني؟ كنت عادي يعني اصوم واصلي، لان تعرفين انت من يعني انولدت وسط عائله اسلاميه يعني مو ذنبي مجبوره انه لازم اعمل كل النظام الإسلامي يعني كمسلمة مولودة في بيت إسلامي كامرأة أو بنت مولودة في بيت إسلامي بتطبقي تعاليم الإسلام من صوم وصلاة والحاجات دي يعني فرائض. ومن فرائض ومن الصغر يعني يعني إجبار يكون عليها يعني مو بس ما عندي حرية يعني. ولبس الحجاب طبعا أكيد أكيد الحجاب يعني من ضمن الأول الفرائض يعني. اخترتي انت طلبتي تلبسي الحجاب ولا هم اجبروكي لازم تلبسيه؟ البنت بس تتعدى يعني انه مرحله الابتدائيه 12 سنه، بعد 12 سنه انه لازم تلبس حجاب يعني. ففي يعني انه يكون مفروض يعني على العائله. طيب قولي لنا بقى يعني ايه اللي حصل بعد كده؟ انت كنت بتقولي واحده مسلمه عاديه خالص مولوده في بيت اسلامي فبتكملي فرائض الاسلام. ايه بقى اللي وداكي لسكه المسيح وسكه المسيحيين؟ هل كان في مسيحيين حواليكي في البلد او المدينه بتاعتك وكنت بتتعاملي معاهم ازاي؟ بصراحه كان في لنا يعني جيران مسيحيين وعندنا بالعراق كثير نحب المسيحيين يعني بصراحه لصدقهم ناس مسالمين ما عندهم مشاكل يعني ما فيش مشاكل بحياتهم. بس عرفت يعني المسيح عن طريق زوجي. زوجي قبلي يعني بصراحة كلش معاملته معي يعني أحسن من أهلي بعد الزواج. خليني أقول يا أخت حياة إن زوج الأخت حياة الأخ أحمد كان معنا بيشارك باختباره في برنامج صوت العابرين في حلقة اسمها اختارني المسيح، اختبار الأخ أحمد من العراق، هو اللي قاد الأخت حياة أو زوجته إلى المسيح. فاتفضلي. نعم عزيزتي. فهو قبلي كان جدا يعني شلون يعني ما كنت حاسة عليه، احس في تغيير يعني انه ينعزل عامل شفره لللابتوب تبعه. بس مش اعرف انا كنت مفكره انه في وحده ست بحياته بصراحه. فتعرفين غيره المراه انه على زوجها، وعندنا بالاسلام تعدد الزوجات ومن حقها ثلاث ورباع. فهذا الموضوع كثير كان قلقني. فيوم من الايام كنا قاعدين بمطعم شغلنا، ترك اللابتوب تبعه. طبعا عندي فضول بس يعني اي فرصه تكون يعني انه ادخل اشوف شنو الموضوع يعني. فاول ما دخلت شفته فاتح الفيسبوك يتحدث يعني الفيس كله عن الكتاب المقدس، الانجيل، في رفقات اولى بكنائس بالعراق وبسوريا. ف
بصراحة أني اتفاجأت، وبنفس الوقت مثل انصدمت، وبنفس الوقت قلبي ارتاح انه زوجي ماذا يتعامل مع امرأة يعني ماكو ست بحياته. مش عامل كلمة سر عشان بيكلم واحدة، طلع الأمر حاجة تانية خالص. فنشكر الرب انه قلبي ارتاح، بس ظل فكرة مشغول وعندي فضول احب اعرف انه هو يعني شنو اللي دا يعمله يعني. فظل هذا الفضول بصراحة. وقت اني كنت هادية نشكر الرب، ما عملت مشاكل ولا شيء. ظلت يومين ثلاثة ايام افكر. لقيتي على الكمبيوتر بتاعه ايه؟ لقيتي حاجات مسيحية؟ لقيتي يعني انجيل؟ لقيتي عن الكتاب المقدس، خال سورة الصليب، طاوعت الكنيسة في الاتحاد الإنجيلي. مش لازم تقولي أماكن يعني. نشكر الرب. بصراحة وقت أنا يعني بين المصدومة وبين الفرحانة إنه موست، بس أريد يعني صار عندي فضول عاوز أعرف إنه شو اللي يعمله يعني. شو اللي صاير معاه يعني؟ تعرفين الزوجة دائما يكون عندها فضول يعني. مر تقريبا كم يوم استشارت جارتنا صاحبة محل بجنبنا هم مسيحية، فخبرتها انه انا شفت يعني انه هذا صاير مع احمد، انه دا يتعامل مع كنائس وعامل شفرة يعني للجهاز تبعه. يعني الست جارتنا شلون مثل اللي يعني ضربت قلبي بكلامها. سوري عملت ايه؟ ما سمعتش. يعني انه من كلمتني يعني خبرتني انه لا تخافين، هو ما عامل شيء غلط وحاولي تفهمين منه. فبصراحة عادت يعني كلمته انه يعني شنو اللي صاير معك، انا اشوفك اللي على الجهاز انه في كنائس والصليب والانجيل، يعني شنو انت شو وضعك يعني، انه انت صرت مسيحي ولا شنو يعني. بعد خبرني بكل هدوء انه انا وضعي 1 2 3، انا قابل المسيح واني هاي حياتي، وما حبيت انه اخبرك حتى انه خفت لك يعني ردت فعلك انه تتركيني وبيناتنا اولاد وعشره. وصراحة أنا زوجي كلش أحبه يعني، ما مقصر معايا بشيء، يعاملني بكل محبة اللي بصراحة ما شفتها عند أهلي، لأنه بصراحة بقوة الإيمان وبعد السنين عرفت أنه كل هاي عاملته لي بسبب أنه المسيح موجود بحياته. صحيح. أي فقد ما أنه واجهته وخبرني أنه براحتك بدك يعني تحبين تبحثين تحبين تدرسين بدك مثل ما انتي، اني ما عندي اي مانع يعني، ولا مثل ما احنا وما في اي مشاكل. فمن وقتها بقيت اني ابحث بصراحة، صار عندي فضول اعرف انه يعني ليش هو مختار يعني هالحياة، ليش شنو السبب. فبصراحة يعني من عرفت وبحثت ودرست بصراحة وحضرت بكنيسة وتلمذت صدقا يعني ندمانة، لأن حياتي اللي مرت يعني 36 سنة لأنه ما عرفت شخص المسيح. لأنه ما كنت بصراحة عايشين بظلمة، عايشين توهان، ما نعرف مصيرنا وين يعني، إنه أنا مصيري وين حيوديني أو شو اللي راح يحصل يعني مش عشان يعني مش عشان ان لقيتي زوجك اصبح مسيحي وانت بتحبيه فروحتي بقيتي مسيحيه. انت بتقولي انك قريتي ودرستي وتلمستي وسمعتي وبعد كده اعلنتي ايمانك، يعني مش زي ما بنشوف المسلمين في كل مكان في قطر وفي الغرب عموما، في قطر في المونديال، ان يتكلم مع شخص ويقول له قول الشهاده. لكن شوفي ازاي انت بتقولي درستي، يعني الموضوع مش كده. الموضوع الإيمان ما هوش يعني الإيمان أو تغيير الدين، يعني لو سميناه تغيير دين مش بزرار بيدوس عليه وبيغير الدين، لا، ده الإيمان المسيحي. يعني الرب يسوع من نفسه قال إيه؟ فتشوا الكتب. ففي تفتيش كتب، في صلاة، في طلب من الله، في بحث. تفضلي.
ما ضغط علي يعني انه او جبرني انه يا اما اتركه او اجي اصير معه، ترك الاختيار الي. وبصراحه بسبب معاملته ومحبته الي يعني، وكثير بيحسدوني يعني انه كيف بيحبني وكيف معه يساعدني. يعني حتى تعرفين بالاسلام قله انه الرجل لما يوقف مع مراته بكل شيء ويساعدها حتى بشغل البيت، يعني ما في هاي الشغلات، يعتبروها اهانه للرجل. للأسف. اي فبصراحه بعدين انا عرفت انه لان بقلبه، بقلب زوجي هو المسيح، يعني المحبه، التعاون، الالفه. فنشكر الرب. الاسره او البيت اللي يكون فيه المسيح غير الاسره لما تكون تايهه ضايعه، ما عندها يعني ما عندها ما في بقلبهم المسيح، ما في بقلبهم الرب يسوع. فنشكر الرب يعني انت امنتي عن قناعه وعن بحث، ولا يعني اعلنتي ايمانك يعني امتى الوقت اللي قلتي انا خلاص هكون زيك وهبقى وهتبع المسيح؟ أنا بقيت سنة كاملة أحضر بالكنيسة، أحضر خدمات، أدرس لاهوت، كنا كل يوم خميس أولادي معي يدرسون الأحادية. بس من أرجع سنة كاملة أرجع للبيت بالليل، صدقا في خوف ورهبة، خوف ورهبة، لأن تعرفين بالإسلام إحنا عايشين الله يحرقك بالنار، الله يعذبك إذا عملت كذا، إذا عملت كذا، من طفولتنا يعني مع الأسف عايشين يعني بخوف. أيوه. كل شيء حرق بالنار. فسنة كاملة بحيث جيت في اليوم صليت يعني طلبت الرب، كان في وعظة للشيخ بالكنيسة انه يعني شلون الانسان يتجاوز حاجز الخوف، انه يطلب الرب يعني يحضر بحياته، يطلب الرب يلمسه. فظليت افكر، رجعت يعني للبيت، ظليت الليل كله بس اصلي بداخلي اطلب يا رب، يا رب اطلب حضورك على حياتي، يا رب يا رب زيل هذا الخوف من عندي، انه خوف من إله الإسلام، خوف من اللي داعش. حاولي ما تلمسيش المايك يا أخت حياة عشان في صوت مع الحركة، حاولي ما تلمسيش المايك، تفضل. نعم حبيبتي آسفة. لا تفضل. فوقتها صليت يعني بصراحة وبكيت، يا رب يسوع يعني أريد أرتاح، يعني أريد هذا الخوف يروح مني. بيومها صار الفجر، يلا غفيت، نمت. فاجاني بالحلم، شفته بالرؤيا، الرب يسوع اجاني نور، لمس يعني ايده، حسيت بلمسه ايده على راسي وقتها، وحسيت رسم الصليب على جبيني. فحسيت بين الخايفه بين الفرحانه بين فنشكر الرب. من شفت هاي الرؤيا بيومها يعني صدقيني كل الخوف واي شيء، صرت حتى اتكلم ما اخاف، يعني الرب تعامل معايا يعني اشكره يعني، لان هو اللي فداني بدمعه على الصليب، هو اللي خلصني من الظلمه الى النور، يعني صرت اشوف الحياه بشكل ثاني، السلام، الطمانينه، زال الخوف مني، كنت عايشه في ظلمه، يعني عرفت الحق والنور. تعرفون الحق والحق يحرركم، يعني هاي فد شيء كلش يعني عظيم وكبير. صدقيني يعني لمست الرب يعني بصراحة، يعني شبع يعني كنت عطشانة، عايشة عمري ندمت لأنه ما عرفته من زمان، يعني ما عرفته من صغري يعني، أتمنى من الكل يعني يبحثون، يدرسون، يعيشون السلام والهدوء والراحة النفسية وطمأنينة النفس والسلام اللي احنا دا نحس بيه. أتمنى الكل يخلصون، وأتمنى كل أخت تتحرر من القيود، يعني من قيود الاحترام، يعني الاحترام ما إلها المرة بالإسلام، ما إلها أي حق بالورد، حتى بالشهادة اللي تشهدها بالمحكمة، كل الأمور يعني. بينما بالمسيح من يعني إنسان يبحث يشوف حياة، المسيحية مو ديانة،
حياة نعيشها بكل تفاصيلها بحرية بدون قيود. علاقتي صارت مباشرة مع الله، يعني أحس هو أبويا قريب مني يسمعني، مو أخاف من عنده. يعني حياتي يعني تختلف يعني 1000000% عن حياة الإسلام. شيء عظيم، يعني أشكر الرب، نشكر الرب جدا، نشكر الرب جدا. معجزات على حياتي، على أطفالي، يعني نشكر الرب إنه حتى أولادي حتى بسن المراهقة وهم جدا مؤمنين، لأنه تربوا بإيمان وتعلموا تعاليم صح، عندهم حرية الاختيار بدون ضغوط، عايشين حياة الفرح رغم إنه طريقنا مو سهل، في معاناة، بس صدقين فرحانين. سلام عندنا داخلي يعاد. آمين أمين. مش مجرد بس ان انت درستي وسمعي وحضرتي دروس في تعليم الكتاب المتلمذة، في تعليم الكتاب المقدس، وكنت بتقري وبتبحثي، كمان انت طلبتي الرب، والرب بنفسه يعني خلاكي تشوفي رؤية وتشوفي نور، واكد لك فعلا ان انت في الطريق الصح. فانا بشكر الرب جدا من اجل عمله في حياتك، لكن برضو عايزين نعرف منك يعني الايمان أو تكلفة الإيمان مش سهلة يعني، لكن مكلف جدا جدا يعني، فعايزين لو تقدري تشاركينا ولو بجزء بسيط يعني من معاناتك بعد الإيمان، معاناتكم كأسرة واللي جرالكم بعد إيمانكم. طبعا لو في حاجات هتكون بتضرك أو معلومات عن أماكن أو أسماء أو أشخاص يعني بلاش تقوليها، خلينا في الأمر اللي ما يكونش فيه ضرر ليكم كأسرة. تفضلي. يعني بالعراق من عرفوا بينا انه قبلنا المسيح وحياتنا تغيرت، وتظهر كنيسة نحضر، يعني التغيير بين المسلم والمسيحي 180 درجة، يعني انه يبين عند الانسان ما نقدر نخفي، يعني مستحيل نقدر نخفي هذا الشيء او نقدر نخفيه، يعني لان تصيرين فكرنا، كلامنا، طريقة تعاملنا مع الناس، يعني كل شيء يختلف عن البقية، يعني يختلف عن الإنسان العادي. يعني حياة المؤمن المسيحي مستحيل يعني نقدر نقارنه مع إنسان عادي. فنشكر الرب، واجهنا اضطهاد من الأهل، من العشيرة، من المجتمع، حتى مكاننا اللي إحنا به يعني واجهنا اضطهاد، يعني بسبب إيماننا وبسبب إنه ننشر الكلمة، لأن نحب الناس تخلص مثل ما إحنا خلصنا، وطريقنا أكيد مو سهل عزيزتي، بس بنفس الوقت إحنا عايشين الفرح، عايشين السلام، الأمان، عرفنا طريقنا، عرفنا الحق، والرب ما يتخلى عنا. صدق بالضيقات، بالذات بالضيقات الرب يعني وقف معانا. تعرضوا لزوجي اللي ما كان عمله، كسروا كتفه الايمن بسبب انه كان دا يبشر وينشر الكلمه. نطقوا فتوى بحقنا طبعا حتى المكان اللي احنا به حاليا. واجهنا اضطهاد، بس تصدقيني الرب تعامل معانا بشيء عجيب وشكل غير طبيعي. يعني ما اعرف شلون اوصف لك انه بركات الرب ماليه حياتنا، لان هو شبعنا. وطريقنا اكيد سهل، لان يعني كيف انا اروح للابديه واوصل للملكوت؟ لازم احمل صليبي على كتافي وامشي. يعني رغم المعاناه ورغم كل الظروف احنا عايشين بنعمه، نعمه ما حد يقدر يحس بها غير بس الانسان اللي يلمس قلبه الرب يسوع. فشيء عجيب، يعني صراحة واحد ما يستطيع شلون، يعني يا أختي العزيزة. يعني تعرضتوا برضو لمضايقات، وبتقولي إن زوجك ضربوه وحصلت له إصابة في كتفه، هل الأمور دي لما حصلت أولادك ما استغربوش، ما قالوا لكيش إحنا ليه
يعني بسبب الإيمان دوت بنتضرب أو بنتهان، يعني فهمتوهم إن دي التكلفة أو ده اللي يحب يتبع الحق أو اللي يريد إن يتبع طريق الحق يضطهد زي ما الإنجيل بيقول؟ فهل كان في سؤال زي كده من الأولاد؟ أولادنا نشكر الرب يعني جدا مؤمنين، والرب لامس قلبهم وسط إحنا بلد يعني هم متشدد يعني. فصدقيني ابني يلبس الصليب وأنا أخاف عليهم يعني. طب اتعاملوا ازاي مع الموقف بتاع والدهم بتاع باباهم لما اتضرب ورجع مضروب بسبب إيمانه؟ اتعاملوا ازاي مع الموقف ده؟ يعني بصراحة أول ما شافوا الموقف أولادي خبروني تعالي ماما خلينا نصلي نصلي لأن الرب هو يحمينا وهو ما راح يتركنا، ونشكر الرب. أطفالي أي شيء يكون بحياتهم يطلبون يجمعونا الثمن إنه تعالوا إحنا نصلي إنه الرب ما يتدخل. صح، صارت عندهم ردة فعل شوية يعني من المسلمين، صاروا شوية يتجنبون يعني يبتعد عن أولادهم، لأن ابني هم أنا أولاد إسلام عرب ضربوا ابني يعني هم أنا أكل الأكلة مثل ما يقول. مين اللي ضربوا؟ معلش ما سمعتش. أولاد يعني أولاد أصدقاء. أولاد مسلمين يعني ضربوا. فضربوا إنه هذا مسيحي، هذا أبوه كذا، أبوه مرتد. نشكر الرب بس حاليا من كبروا شوية صاروا يفهمون أكثر، يناقشون العرب وغير العرب اللي معانا دائما، حتى صاروا على غير العرب يأخذون كتاب مقدس يعطوهم إياه، يعني صار عندهم شلون روح إنه روح البشارة لن تنزرع، لأن هاي ثمر الرب هو اللي لمسهم واكيد هو اللي اختارهم يكونون اولاده. فهاي بصراحه نعمه اشكر الرب، يعني اشكر الرب. هم اعمار المراهقه بس يعني تربوا صح يسوع بقلبهم، فنشكر الرب جدا يعني. أمين. حبابين وجدا امين امين، ربنا يحفظهم. أمين. يحفظهم ودايما كده تشوفوهم متقدمين، وباسم يسوع الرب يفتح قدامكم كل المجالات وتطلعوا من المكان اللي انتوا فيه بخير باسم يسوع. طيب عايزين نسمع منك رسالة، طبعا سمعنا اختبارك، ربنا يبارك حياتك. عايزين بقى نسمع منك رسالة كده في نهاية الاختبار، تقدميها لمين؟ هل تقدميها للمسيحيين، للمسلمين، أو للعابرين، أو عايزة تقدمي رسالتك لمين؟ تفضلي. إذا عندي كلمة أريد أقدمها للناس اللي المسلمين طبعا هم أهلي، ورغم الاضطهاد وأنا كنت واحدة من عندهم وأحبهم، بس أعطيهم كلمة إنه ما راح يخسرون شيء إذا بحثوا أو إذا قرأوا الكتاب المقدس أو إذا سمعوا كلمة، يعني إنه واحد يبحث حتى إذا يجي يقرأ الكتاب أو يبحث يشوف أنه المسيح هو المخلص للعالم، هو الحق والحياة، والمسيحية ليست ديانة، المسيحية حياة نعيشها، ما بيها فروض، ما بيها قيود، إلهنا بالمسيحية والسوع علاقتنا مباشرة فيه، ما عدنا بأي وقت نصلي، بأي وقت نطلبه هو موجود. فأحب مثل ما أنا خلصت أحب أخبر أهلي واللي احبهم بكافه الطوائف انه ابحث، يعني ما راح تختار شيء اذا قرات الكتاب المقدس، وبالذات اذا بلشوا من يوحنا اقروا المحبه، شوفوا التعاون، شوفوا الانسان، الرجاء سر الرجاء اللي يكون دائما عند الانسان المؤمن يختلف عند الانسان الغير مؤمن. فاتمنى من عندهم وانطيهم كلمه انه ابحث اقرا شويه، اذا كانت اخت او اخ ما راح تختار شيء اذا قرات ووقت فراغك، وحتى الانترنت موجود، كنائس موجوده باي مكان،
الإنسان حاف مثل ما أنا بحافت فجأة وعن طريق شخص أحب إنه يسمعون الكلمة. هذا الشيء طبعاً إذا نفس واحدة خلصت سماء كلها تفرح بخاطئ واحد يتوب. أمين. آمين أمين أمين. أشكرك جدا يا أخت حياة على مشاركتك معنا باختبارك النهاردة. الرب يبارك حياتك ونطمن دايما عليكي وعلى زوجك وعلى أولادك. الرب يبارك حياتك. طيب سمعنا الاختبار بتاع الأخت حياة. نيجي بقى عايزين نقول كلمة على مونديال قطر اسمحوا لي يعني واستغلال الوضع والمناسبة علشان نروج للإسلام من خلال إيه؟ زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت أن الترويج للإسلام أو البشارة الإسلامية هو ما فيش فعلا يعني رسالة أو بشارة. بس في الحلقة اللي فاتت بعد الحلقة في المخرج اتكلمنا مع بعض وبعدين قال لي أن الشيوخ دي ممكن يقولوا رسالة، الرسالة عن يقول مثلا أن محمد كان نبي الرحمة، أن محمد كان قدوة. لكن لما يجي بقى يتكلم ادينا أمثلة عن أن هو نبي الرحمة في إيه مش هنلاقي. القدوة ادينا أن هو قدوة لمين، هنلاقي القدوة اللي هو لو حد هيقتدي بيها يقول لا ما ينفعش يكون قدوة في الأمر ده، لأنه بيقول لك أن الرسول كان ليه شرع خاص، يعني الواهبات أنفسهن ليه، لو حد جاي حبي يقلده يقول له لا دول واهبات انفسنا ليه هو، لان هو ليه شرعه الخاص. بس ان جت مثلا حفصه ولقيته مع ماريا في ليلتها وفي مكان ده اقول لك ما فيش مشكله عليه، هو ليه شرعه الخاص ويعمل اللي هو عايز يعمله. فكقدوه ما ينفعش، هو كان معدد زوجات، يجي مثلا علي عايز يعدد زيه يقول له لا انا بنتي وانا فاطمه وانا لينا شرع خاص انت ما تعملش زيي. فكقدوه ما ينفعش يقتدى بيه بصراحه، حاجات كتيره دي بس هو ما ينفع. كرحمه بقى ما تلاقيش، مش هتلاقي، هتلاقي ان هو قتل اللي هم يعني قالوا فيه كلام هجو لمجرد كلمات قالوها يعني بالقلم كلام على ورق قتلهم، واللي تعلق باستار الكعبه قتلوا برضو. يعني اللي كان فيه النظام او العرف اللي متبع ان اللي يتعلق باستار الكعبه الوثنيه على فكره اللي كان حواليها اصنام، بس الاسلام شال الاوثان بس شال التماثيل بس. فان هو حد يجي وكعرف يتعلق باستار الكعبه لو عليه اي حكم او حاجه لا خلاص، فهو الشخص ده يعمل لا محمد عايز يقتله حتى لو اتعلق باستار الكعبه. ليه؟ لانه كتب في كلمات يشق ام قرفه، فين بقى الرحمه؟ يقتل المراه الغامديه بعد ما قال لها روحي ولدي ورضعي وبعدين تعالي اقتلك. ففين تيجي بقى في التطبيق؟ ما تلاقيش. هيتكلموا كلام عن رسول الاسلام ده لو اتكلموا، لكن لو عشان ما فيش رساله، عشان ما فيش رساله ليها التطبيق العملي ليها على ارض الواقع ما بيتكلموش من الاسلام، يتكلموا من الكتاب المقدس. وعايز اقول لكم بقى حاجه، اللي عارف ومتاكد ان ما عندوش رساله مش الشيخ ذاكر ولا غيره، لا رسول الاسلام نفسه ما كانش مقنع للي حواليه، ما كانش عنده رساله، ولوحده عمل حاجه كده زي مونديال صغير. وهحكي لكم حكايه واحد اسمه ركانه. ركانه دوت كان راجل قوي وليه اسمه ووضعه كيانه ان هو يعني قوي، ومحمد لانه كان عايز يجمع حواليه الاقوياء كان نفسه ان ركانه ده يكون مسلم وينضم للاسلام. لكن ركانه ده لانه شخص يعني قوي ما عندوش حد يهدده ولا عنده مشكله، قال لمحمد على طول يعني على رايه فيه. وتعالوا نشوفه كده، نشوف مع بعض كده في الفيديو الاول ركانه قال ايه لمحمد، نسمع مع بعض. صفينا صلى الله عليه وسلم في شعب من شعب مكه بركانة بن عبد يزيد، وهو من أشد أهل مكة قوة وبطشا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ركانة، أفلا تتقي الله فتتبع ما آتيتك به؟ فقال: لو كنت أعلم أنك على الهدى لاتبعتك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفتصارعني؟ يا خب. فقال ركانة: نعم. فتصارع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ركانة، ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال:
ركانة إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. فقال له رسول الله صرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟ النبي نعم. قال فقم حق. إيه رأيكم يا جماعة؟ ده بقى كان مع الرسول بقى، مش هنتكلم بقى دلوقتي والتزييف اللي بيزيفوه في الترجمات وفي الإسلام الجديد اللي مترجم ده. اسمعوا انتوا يعني بتسمعوا وفاهمين عربي كويس، وده موجود في الكتب الإسلامية، وروحوا شوفوه. ركانة ده كان في وقت محمد، ومحمد بيدعيه قال له لو أنا عارف إنك على هدى كنت اتبعتك، أنا لو عارف إنك أنت على حق كنت اتبعتك. ده بيقول لمين؟ ده بيقول لخير خلق الله. ده بيقول له لو انا عارف، ده بيقول للهدى نفسه، بيقول له لو انا اعرف ان انت على هدى، لو انت على الحق كنت تبعتك. فطب محمد يقول له طب ليه ركانه كده؟ طب ما تعالى فهمك الاسلام، ده الاسلام 1 2 3. لا ما قالوش كده، قال له طيب خلاص انت مقتنع ان انا مش على هدى ومش على حق، اوكي انا معاك في الحته دي. طب تيجي تصارعني، تيجي ندخل مع بعض مصارعه، تيجي كده نعمل مباراه زي مباريات الاولمبياد وهو هي الأولمبياد لأن دي مصارعة. فعمل لنفسه يعني كده إيه مهرجان رياضي صغير مع ركانة عشان يثبت له إن هو نبي، يعني هو هيغلبه، هيقنعه إن هو نبي بالقوة العضلية. إيه الدين؟ إيه الفكرة؟ إيه الربط ما بين الدين بإنك تقنعني بإنك رسول وإنك عندك رسالة، وما بين إنك أنت هتقنعني بالمصارعة؟ هو في كده؟ طب خلينا نشوف الفيديو التاني مع بعض. وكان مصارع. نعم. وبعدين طب يسلم ليه؟ يسلم بلال، يسلم عمار، يسلم يعني هو دين، هو دين فكر يعني. هو ايمان عقيده ولا عضلات؟ بيقول لك هو قوي يسلم ليه؟ يعني ده بيقول ايه؟ ده بيقول ان الاسلام ده القوه بقى العصبه العصابه اللي هي هتعمل يعني تكون مع هي عصابة يعني أو عصبة حاجة مربطة مع بعضها، فمجموعة مع بعضهم بقوا مصدر قوة، بقوا مصدر إزعاج للي حواليهم، بقوا مصدر إرهاب للي حواليهم فيتحكموا بقى. فبس إركانة مش كده. إذا كانوا الضعفاء مع بعض بيتكونوا مع بعض عشان يعملوا جيش ويتقووا بعض، لا إركانة مش محتاج، مش زي بلال، فهو مش محتاج الإسلام. أي منطق ده يا جماعة؟ أي منطق؟ المسلم والمسلمة اللي بيسمعوني قولوا أي منطق في قصة ركانة؟ نكمل مع بعض. لكن ركانة يقول باللهجة العامية يأخذ حقه بذراعه يعني. ركانة قوية قوية، ركانة ما هزم قط. فالرسول يقول له أئن صرعتك يا ركانة تسلم؟ فركانة لا تحرج نفسك أمام أصحابك يا محمد. قال له أئن صرعتك تسلم؟ احنا عايزين إجابة. لم يرد. قال بالآفة فصارع الرسول، ففي أول كان ركان على الأرض، المرة الثانية على الأرض، سبحان الله. قال والله ما غلبني إلا بقوة الله وأنا أشهد. إيه بقى ده؟ يعني إيه الدعوة؟ إيه الرسالة؟ يعني محمد نفسه ما قدمش رسالة إن هو جاي يقولها. محمد نفسه ما أقنعش ركانة، قال له تعالى صارعني. تعال نشوف مع بعض الفيديو الثالث. ذهب بنفسه إلى ركانة وقال يا ركانة أتصارعني على الإسلام؟ قال يا ركانة أتصارعني على الإسلام؟ قال أصارعك يا محمد. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى فقال ركانة يا محمد لقد أخذتني غرًا، أي قد أخذتني ولم أستحق. فصارعه النبي مرة ثانية فهزم، فقال يا محمد لقد أخذتني على غرًا، أي أخذتني على ولم أستعد. وقال يا ركانة الثالثة على الإسلام؟ قال نعم. طيب هو بيقول له إيه هنا؟ طبعا في أحاديث كتيرة ورجعوا لها، يعني إحنا جبنا بعض الفيديوهات عشان تسمعوا مش تقروا بس، أو تسمعوا مني بس، لكن تشوفوا وتسمعوا.
فبيقول له بيقول ان هو صرعه اول مره قال له لا يا رسول الاسلام غلبه، فقال له لا انت كده خدتني يعني على غفله على غره على غفله يعني وانا ما كنتش واخد بالي، طب يلا مره تانية، طب يلا غلبه تاني، قال له لا انت المره التانية دي واخدني على غره. فده محمد برضو اللي رسول الإسلام يعني اللي بيغلبه. فجي المرة الثالثة بقى له صرعني مرة ثالثة، قال له لا بقى كده الثالثة دي بقى تبقى الثالثة ثابتة، انت كده تصرعني على الإسلام. فركانة وافق. وما زلت بقول لحضراتكم هل الكلام ده يعني منطقي؟ واحد يعني جاي بدعوة، جاي برسالة، جاي ده جاي مش برسالة، ده جاي يختم بقى كل الرسالات، جاي يكون هو آخر المرسلين، ومش عارف يعني يقنع شخص واحد، شخص واحد شايف فيه البسالة، شايف فيه القوة، شايف فيه انه ممكن يكون سبب يعاون لي يحارب معاه، مش قادر يقنعه، مش قادر يقنعه. يعني لو هو كان استخدم ناس ضعيفة تعالوا نتقوى مع بعض ونعمل جيش ونعمل ده مش محتاجه، فما عندوش رسالة لي. زي ما شفنا في الفيديو الاول قال له انت لو انا شفتك على حق، لو انا شفتك على هدى كنت تبعتك. لكن الموضوع بقى تطور، موضوع المصارعة تطور، غلبوا مرة خد أول جولة كانت لمحمد، تاني جولة كسب محمد، تالت جولة بقى يعني هيبقى موقف محرج لركانة، ده بطل، ده بطل مصارعة، فإزاي رسول الإسلام هيصارعه ويكسب؟ ما ينفعش. فالموضوع بقى دخل في حتة تانية بقى، يخرج من دايرة المصارعة وإن هو هيأسلم لحتة تانية بقى. ايه الحتة التانية دي بقى اللي راح فيها رسول الإسلام مع ركانة وكمل فيها؟ نشوفها في الفيديو اللي جاي. ابن عباس يرويها بشكل أوسع، وجود الشيخ الألباني رحمة الله الرواية التي رواها ابن عباس من أن ركانة أراد أن يصارع النبي عليه الصلاة والسلام، صارع ركانة على 100 من الغنم. شايفين يا جماعة اهو الموضوع كان الاول ايه على الاسلام، بعد كده بقت مراهنة. يعني كبرت في دماغ ركانة ازاي يعني. فقال له طب تصارعني على المرة الثالثة على الاسلام، فقالت له قال له لا ده كمان ايه ده انا على الفلوس كمان، فالموضوع او الغنم يعني. فكبرت بقى في دماغه، قال لا خلاص انت لو كسبتني لو غلبتني تاني خد الغنم بتاعي. نسمع بقى عشان نكمل الجولة بتاعت المصارعة. نسمع. قال أني لو أنت هزمتني للنبي عليه الصلاة والسلام سأعطيك 100 من الغنم. فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الثانية، مش مصدق ما حدش بيصرعه يصرعه قال. فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه 100 الثانية، ثم قال الثالثة، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة فأعطى. دخلنا كده إيه في المراهنات. فعملوا جولة جديدة فيغلبوا، وهو كان عنده 300 غنمة كل اللي حلته يعني. فراح أول مرة خد منه 100، التاني يعني بيثأر لكرامته إزاي إن هو بطل وحد مش مصارع يغلبه، مرة تانية غلبه وخد الـ200 التاني، لغاية لما ما خلاش عند ركانة أي وطبعا ركانة ما يعني معرفش غالبا ما أسلمش يعني، لكن لأن أنا بجيب لكم بأمانة يعني اللي موجود. فعلى الأقل خد منه، بعد شوية رسول الإسلام بعد شوية عن الدعوة، لأن الرجل مش مقتنع، خلاص مش مقتنع، هو دلوقتي بطل وبيتغلب فهو بيثأر لنفسه، فهو مش فارق معاه حتى الغنم بتاعه مش عايزهم، المهم ما يتقالش عليه ان هو خسر قدام حد. لان هو لو فاكرين الشيخ عمر في الاول قال ان هو ما كانش ابدا بيخسر قدام حد، فمش عايز حد يخسره يكسر يعني يهزمه، فقال يعني يكون بيلعب على الغنم بتاعته، وفعلا خسر ال 300 غنمة بتوعه. وفي الفيديو اللي جاي بقى نشوف تطورات الموضوع وحصل ايه. نكمل مع بعض. اسمه ركان لا يغلبه احد، زي ما قلنا اهو لا يغلبه احد، ركان المصارع الذي لا يغلبه احد. نكمل. ركان هذا مر على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام، وكان مع ركان 300 غنم، ثم قال يا محمد هل لك أن تصارعني؟
إن صرعتك الآن إن انتصرت عليك إيه اللي ليا؟ قال أعطيك يا محمد 100 غنم من هذه الأولاد. فتصارع بدأ الصراع بين النبي عليه الصلاة والسلام وركانة. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع جبهته على الأرض. فاز النبي في الصراع الأول، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 100 الأولى من الغنم. لم ييأس ركانة في أن ينتصر على النبي عليه الصلاة والسلام، ظن أنه في الصراع الثاني في النزال الثاني سيفوز على النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ 100 غنم بتاعته اللي خسرها، ظن في نفسه. لكنه لم يعلم أن الأمر سيزداد سوءا بالنسبة له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيجرده من جميع أقدام. سمعته؟ يعني هو الفيديو ده شبه اللي قبله يعني بنفس الكلام، لكن كنت عايزة حضراتكم تسمعوا إن بيقول ما كانش يعلم إن النبي سيجرده من كل أغنامه. في الأول قال له تصارعني على الإسلام، تصارعني، طب لو أنا غلبتك هتديني إيه؟ هديك 100 غنمة. طب يلا غلبه. التاني عايز الجولة التانية بقى كانت ليه؟ كانت عشان ركانة عايز يرجع الحق بتاعه، عايز يرجع الغنم 100 اللي خدهم محمد. فالشيخ بيقول ايه؟ انه غلبه تاني وتالت، وما كانش يعلم ركانة ان رسوله او رسول الاسلام هيجرده من كل ما يملك. طيب سؤال للاحباء المسلمين، المراهنة دي حلال ولا حرام؟ انك تلعب على حاجة برهان وتحط فلوس ليها، ده حلال ولا حرام؟ ده موجود ايه عندك في الكتب؟ حلال ولا حرام؟ ولا دي برضو حاجة خاصة خاصية من خاصات الرسول ما ينفعش انك انت تعملها، لان هو ليه شرع لوحده وليه كيان لوحده وليه دستور لوحده. فايه رأيكم؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم؟ واحد مش قابل يؤمن لان هو مش لاقي رسالة، مش لاقي منطق. محمد كرسول بيقول انا رسول وخاتم الرسل، ما اقنعهوش، وفي نفس الوقت عايز يضمه ليه. فايه الفكرة؟ ايه الفكرة؟ هلف وادور حوالين نفس النقطة، ايه الفكرة؟ ازاي انت بمصارعة عايز تخلي واحد يتبعك في دين؟ طب لو بمصارعة يتبعك في فريقك، تكون انت مثلا عندك بتكون فريق للمصارعين، هتدخل مسابقة بتجمع ناس بتشوف الكويس اللي قادر على اللعبة وشاطر تاخده. لكن مصارعة ومقابل المصارعة يبقى دين، ومع الدين او بدل الدين لما تبدلت المصالح بقى 100 غنمة 200 غنمة 300 غنمة ماشي. هل الكلام ده انسان عادي لو عمله انسان عادي مقبول منه؟ انا يعني مستغربة فعلا في العقلية والشخصيات اللي بتتكلم. يعني كتير جدا شيوخ بيتكلموا على الموضوع ده وبيتكلموا بمنتهى البساطة، اعتقد ان في مجنبين العقل والمنطق حاطينهم على جنب. اما ناس تقول كلام زي كده من غير ما تفكر في اللي بتقوله، من غير ما تعقل الكلام، يعني دي ناس مبرمجة وبس، بتقرا من الكتب وخلاص، هو كده قال الله وقال الرسول. طب ده كلام يعقل؟ ده كلام منطقي؟ لا مش كلام منطقي، مش كلام منطقي. عشان كده نفس الكيان ونفس الوضع متكرر مع شيوخ والدعاء اللي بيدعوا اكثريتهم اللي بيدعوا الغرب، ان هم بيستخدموا الكتاب المقدس لان هم ما عندهمش رساله، ما عندهمش حاجه يقدموها. لا اله الا الله وسبحان الله والله اكبر ومحمد رسول الله، هو ده؟ هي دي دعوه لدين؟ هي فين العقيده نفسها؟ ان لا اله الا الله، طب ما لا اله الا الله، طب ما اللي بيعبد شيطان اللي بيعبد حجر بيقول لا إله إلا الحجر اللي هو بيعبده. ففين الفكرة؟ فين الدعوة؟ فين الرسالة؟ وإن كنت أنت داعية ولا تملكها عشان كده بتلجأ للكتاب المقدس فأنت معذور، لأن نبيك ما قدرش يقنع واحد، ما قدرش يقنع واحد. كل اللي دخلوا الإسلام بعد كده دخلوا بسبب القمع، بسبب الشروط اللي وضعها إله الإسلام، يا إما مسلم يا إما تموت الجزية يا إما تضع الحرب أوزارها.
محمد ما زادش عدده وما تقوى وما والناس ما زادتش عدد المسلمين غير لما تقوى بالجيش في فترة الضعف. فترة مكة ما كانش كده خالص، كان نفر قليل لغاية لما تقوى بالجيش من الصعاليك ومن المطاريد اللي كانوا موجودين، والناس المجرمين اللي معزولين من المجتمع اللي انضموا لمحمد وعمل بيهم جيش، لدرجة أنه لما خرج من المدينة عشان يروح مكة اللي بيسموها فتح مكة ديت، ويقول لك أن الرسول انتصر، عمه نفسه كان لسه يعني داخل الإسلام جديد اللي هو العباس، قال لهم أن هم يدخلوا الإسلام أفضل لهم من المذبحة اللي هتكون النهاردة. قال لهم هتكون مذبحة النهاردة لو كل في مكة ما قالوش لمحمد أن احنا هنبقى مسلمين. درجة أنه قلنا في حلقة قبل كده أن هم عملوا زي حظر تجوال، كله كان في بيته وكله رفع الراية البيضة، خلاص احنا بقينا مسلمين، الناس مش عايزة تموت. فهو ده الإسلام انتشر كده، لأن مفيش رسالة، مفيش دعوة حقيقية، مفيش محتوى لهذه الدعوة. فنكمل مع ركانة ونشوف يعني التكسب، أو نشوف الفيديو اللي بعد كده إيه، ونكمل مع حضراتكم. الذي كان يعرف أنه أكبر بطل عند العرب. طيب احنا قلنا ايه، احنا قلنا ان المراهنة معروف عند المسلم انها حرام، لكن لما بقى رسول الاسلام بقى يلعب على الفلوس، مش على الفلوس، على الغنم، دي حاجة تانية. نسمع بقى الشيخ ده. النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اتصارعني؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي ما كنت الا بشرا رسولا. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بشر رسول، فهو بشر مش مصارع، ومع ذلك طب يعني وقفة يعني ايه بشر مش مصارع؟ ما المصارع ده بشر برضو، يعني لو الرسول ده بشر مش مصارع. فأنا بقول لكم يا جماعة، الناس دي بتكرر كلام بس مش بتعدي الكلام على العقل وعلى التفكير. نكمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصارعك بشاه، قال أصارعك بشاه، قال أصارعك بشاه. وقال أهل العلم الآن التكسب باللهو في نصرة الدين جائز، حلال، وهذا من باب إظهار شعائر الدين. أيوة حلال. وقال أهل العلم الآن التكسب باللهو في نصرة الدين جائز، وهذا من باب إظهار شعائر الدين. أيوة حلال يا جماعة. المراهنة اللي عملها محمد حلال ليه؟ عشان يظهر شعائر الدين. طب هو حد منعه إن هو يظهر له شعائر الدين واللي في الدين من غير ما يكون يصارعه؟ ما هو لو عنده رسالة مقنعة كان أقنع. ده الرسول، ده هو ده صاحب الرسالة، صاحب الرسالة مأقنعش واحد. فمش هنلوم عليهم إن هم بيكذبوا وبيترجموا القرآن والأحاديث للغرب ويقدموا بضاعة مزيفة، بضاعة مش حقيقية، يلبسوا الإسلام توب المسيحية، زي ما شفنا الشيخ زاكر يقول على محمد في الحلقة اللي فاتت، نقول على محمد رسول الإسلام إن هو كلمة الله والطريق والحق والحياة. تزييف، كذب، مراهنة زي ما راهن رسول الإسلام، كله ليه؟ عشان ينصر الدين، عشان يزيد الأعداد. بتفكروا إزاي؟ بتفكر حد يدعو لدين، لعبادة إله بالكذب، بالتزييف، بالتحريف، بالنفاق؟ وأقول لك برضو أعذرك، لأن رسول الإسلام نفسه كان لم يقنع ركانة. طب في الفيديو بقى الأخير معلش وهنختم، حركة غريبة قوي عملها رسول الإسلام مع ركانة ومع زاهر، نسمع. بعد مدة ركانة دخل في الإسلام وحسن الإسلام، ورسول صلى الله عليه وسلم جاء خلفه ووضع يديه على عينيه، يعني حسس ركانة كده فعرف يدي رسول ورائحة الزكية. قال من يشتري هذا العبد؟ كان يدعب أصحابه هكذا، هذا شو سبحان الله، كان يدعب أصحابه. من يشتري هذا العبد؟ وهو حر، ويقول من يشتري هذا العبد؟ ركانة ده حر، ده حر بس يظهر عبد لله، ده كان بيهزر. قال ركانة إذا تجدني كاسدا والله يا رسول الله، أنا ما أسوي شيء. قال ولكنك عند الله غالب يا ركانة. طب ما هو عند الله غالب، يعني إيه المصحة دي؟ يعني إنها المصحة، يعني يقف ورا ركانة ويغمي عينه ولو ورا زاهر وأنا مين، وبعد كده يقول
زهر قال له أنا مين، لكن ركانة قال له من يشتري هذا العبد وهو مش عبد، إيه الفكرة؟ إيه المنطق؟ طيب ده اللي احنا شفناه، المصارعة أو المباراة أو المسابقة الصغيرة اللي عملها رسول الإسلام عشان يكسب ركانة للإسلام، وفي الحقيقة أن رسول الإسلام هو اللي كسب 300 غنمة ولم يقنع ركانة بالإسلام، وهذا ما يفعله الشيوخ في المونديال وفي دول الغرب عشان يستقطبوا من لا يتكلمون باللغة العربية للإسلام. بنصلي لكم أن الرب يعني ينقذكم من هذه الضلالة اللي انتوا فيها حقيقي مكملين، عارفين انكم بتعملوا غلط ومكملين، بنصلي من اجلكم. وعايزة برضو اشارككم بالآية ان عن المسيح نفسه انه ما كانش بس ان هو بيفعل المعجزات وبيعلم هذه التعليم السامية، لكنه كان يفعل يعمل ويعلم. وكمان ما ننساش ان الرب يسوع نفسه قال عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. نشكركم على المتابعة، الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. على قد ما في آيات تمدد كان كل هدفها تسكت، على قد ما ندعو باسم الحب كل اللي شافوه وسكت، بسرعة شاهد